السلام عليكم. بن مخلوف سامح، سائق السيارة الأجرة من الصنف الثاني. أنا السيد اللي نساو عنده التليفون ديالهم دوك الناس الأجانب اللي في لاكار، واحد القيمة ديال الهاتف اللي كدير شي 12000 درهم. أسيدي حنا عندنا جروب بيناتنا، فهمتيني؟ حنايا دابا ملي كيكون دابا شي واحد مشات له شي حاجة من الضائعات كنتواصلوا بيناتنا، عندنا واحد الجروب في الواتساب كنتصلوا بعضياتنا الحمد لله. اللي ينسى شي حاجه كتجي كتحضر في البلاصه في المكان فين نساها الانسان، وتما راه في المكان فين نساو التليفون ديالهم رجع لهم التليفون فين نزلوا، ما تعطلوش تقريبا اكثر من 5 ديال الدقائق هما ارتبكوا شي شويه وصافي. واحد الفرحه ما كتصورش بالنسبه لهم، وزعما شكرونا وعنقونا كاملين وداروا معنا واحد الصوره جماعيه وعجبهم الحال. قال لك زعما الطاكسي زعما المغرب كامل وخصوصا الناس المغرب، قال لك فيهم واحد الصفه ما عندناش باش نوصفوها لكم، هكا باش صرحنا بها واحد الاخ. أغلبية ديال الطاكسيات، وهذا واجب أخي، ما كاين زعما السائقين المهنيين كلهم كيمتازوا بهذه الصفة هذه. كذب عليك شي واحد يقول لك شي واحد راه ما كيمتازش بهذه الصفة. وبالنسبة اللي كطيح شي حاجة وكترى الأغلبية كيديوها البوست ديال كي كنقولوا لمركز التنقيط الضائعات. أنا غير البارح الحمد لله واحد السيد نسى عندي كارد كيشي بالنمرة بالرقم السري ديالها بالرمز ديال الكود، راه توصل وديتها لجوج قسمين ديال الليل باش ما يتصرف عليها حتى شي واحد، والحمد لله كلهم كيمتازوا زعما السائقين المهنيين هكا، اللهم لك الحمد، خصوصا الطاكسي الصغير. نحيي جميع السائقين المهنيين، لا من الصنف الاول لا من الصنف الثاني، والحمد لله حنا خوت بيناتنا وما عندناش شي واحد اللي غادي يكون زعما عائق، اللي غادي يكون شي واحد يكون عائق بيننا وبين هاد الاخوان هادو، اللهم لك الحمد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.